أتوجه كلمة إلى السيدة أسماء، يعني أو بسؤال إلى السيدة أسماء باعتبارها كناشطة ومدونة في المجال السياسي. أستاذة أسماء، يعني ما هو موقفك من إطلاق يعني سراح نور الدين البحيري، خاصة وما يعني ما أثير عنه من شبهات يعني في تورطه في مسائل القضاء، مما يعني تحدث عنه وزير الداخلية يعني عقب يعني اختطافه أو عملية يعني إخفائه القسري. نود يعني سماع موقفك من هذا، كذلك يعني مسألة يعني اختطافه، وكذلك يعني من إطلاق يعني سراحه في هذا الوقت بالذات. السلام عليكم. مبدئيا شكرا على الاستضافة، ونحب نعلق بالحق على الموضوع هذا. معناته بالنسبة للإطلاق سراحة، هي ما تسماش إطلاق سراحة، هو كان مختطف. بالنسبة لي أنا كمواطنة تونسية نشوف معناته في العالم الكل المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إلا في تونس بعد الانقلاب نشوفوا العباد تتخطف ومن بعد نلوجوا على القضايا اللي عنده. معناته الانسان كي يبدا عنده هو معناته قضيه، يجي معناته قانونيا، فما قوانين، فما ريجل، معناته فما قواعد تصير عن طريق القانون، انه يجيك استدعاء وانت متهم بالقضيه الفلانيه وتجينا للمحضر، مش نخطفوا العبيد ومن بعد يخرج لنا وزير الداخليه ريجا شيخ ويحكينا في قضايا متاع 20 سنه، وحتى اذا يعني لو هي حقيقيه ولا مش حقيقيه ما يعنيناش الموضوع. الطريقه في انه يختطفوا ويعنفوا معناته نائب ووزير عدل سابق بالطريقه هذيك، هذا يعار على تونس في 2022 وما بعد الثوره. معناته هذا مش رجوع للوراء، رجوع للوراء ياسر، والرجوع معناته مش نقول لك بن علي ورجوع البرجيبه. انا وقتها وقت اللي اختف البحيري ما عادش ولت قضيتي ايش عنده من قضايا، انا قضيتي الطريقه اللي تشد بها مش انسانيه وعنف. من وقتاش احنا من يعني قانونيا الشرطه او اللي جو خطفوه هم ناس معناته مدنيين حسب ما فهمت، يعنفوا الجيران ويضربوا مرته ويضربوا رجلها سامحوني نور الدين البحيري وشنو خاطر هو توا في الاقامه الجبريه. انا ما نعتبرهاش اقامه جبريه، انا نعتبرها مختطف، وديجا تختطف معناته اختطف في بيت وكان كنا ما نعرفوش عليه وين. يعني هذا يعني يعطينا معناته انه نفهمه من اللي قاعد يصير، اللي فما سجون سريه. معناته احنا توا بالحق يعني في خطر، معناته نجم احنا اي مواطن بغض النظر عنده قضايا ولا ما عندهش قضايا ينجم يقتطف، غير هو خطر سياسي. معناته باش من بعد كي وقع تحت ضغط وزير الداخليه شرف الدين، كي وقع معناته تحت ضغط كبير باش منها خرج وعمل لنا الندوه اللي تضحك، اللي معناته حتى الصحفيين ما خلاهمش يسالوا، وريقة شايح وعاطي قضايا مش مفهومه. لكن من المبدا هذا عار، يعني هذا انسان مختفي وصدفه معناته يلقوه في المستشفى على خاطر هو تعب مسكين جسديا وتعب على الاخر، باش معناته يلقوه صدفه، ما كنت كنا ما نلقوش، وكنا تكون السيناريو اخر، كنا السيناريو نور الدين البحيري مفقود. وبعد يعني توفى ما توفاش ما مش نعرفوا عليه حتى خبر، معناته الطريقه. بعد موضوع انه كيفاش خرج او كيفاش معناته اذا اطلق صراحه، لا هو يعني اطلق سرقها من شنو؟ من تهمه شنو؟ ما مش نفهمين شنو هي التهمه، وما هياش اقامه جبريه هو تعريفها. وقت اللي خرج نور الدين البحيري نهار 8 مارس، نهار قبلها بنهار خرجت طبيبه وحكى على معناته صحته، ومعناته كانت مترديه جدا. ومن بعد بدو يحكوا شوي شوي تعكر صحه نور الدين البحيري، ومن بعد شوي شوي فما امكانيه وفاته. انا نتخيل السيناريو اللي انا يعني يقنعني شوي، موضوع نور الدين البحيري يتوفى في المستشفى في الوضع اللي احنا فيه، ممكن هذيك تكون الشراره نتاع ثوره، نتاع ثوره اخرى. فهو خاف اليوم هذاك، هو يقول لك انا اوكي خليني برك نبرد الدنيا شويه، خاطر الوضع الاقتصادي هو يعرف
اكثر ناس قيس سعيد يعرف انه الوضع الاقتصادي متردي جدا، والشعب بدا شوي شوي زاد يفيق وبدا يتضايق من الوضع، وبدا معناته فما شوي فوضى في بعض المناطق وفي بعض الولايات، فحب يخمد النار شوي فخرج البكيري بالطريقه هذيك. يعني انا نشوف انه خرجه خوفا من 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 ثوره او من انه تكون هي الشراره بتاع الثوره، او ردة فعل قويه يعني، او ردة فعل قويه في الشارع من انصار حركه النهضه او متعاطفين مع الاستاذ نور الدين البحيري والمعارضين لسياسه الانقلاب. ممكن هناك او في نعم. اثر طبعا هذاك اثر نعم. يعني هذاك كل تاثيرات تضغط عليه طبعا نعم. يعني خلينا نقول ابا هو يعني خليه يقولك يخرج يتوفى، يعني الله يحميه يا ربي اللي طول العمر، لكن ما حبش السيناريو انه يكون وفاته في المستشفى نعم. فانا هذا اللي نشوف فيه يعني على الاقل يعني اللي فهمته قبل بيوم انه حكوا برش على نور الدين البحيري انه مريض ياسر وتعب ياسر نعم. يعني هذا بالنسبه لي 67 يوم تجويع معناته عامل اضراب جوع، 67 يوم معناته ما نقولش حتى تهمه كما حكوا زملائي، ما فهمش حتى تهمه، معناته احنا دوله انه نخطفوا الناس ومن بعد لو جونهم على الواحد، معناته هذه ما عادش دوله قانون، هذه ولد دولة تصفية حسابات.